المطله درنا فيها السلسله باش تفادى داك الشيء ديال واش فيها طرونطروال لا واش فيها شي حاجه اخرى لا فوالا كتشوف شنو فيها لداخل ها هي السلسله ديالها شفتو شوف باش تعرف شنو فيها لداخل شوف ريحتي بحال هكذا ملي كتنوض الشخص اللي بارك حداك فوالا ما كيحسش بك ما كتنوضش ما كتبومبي ما كتسوفليش بارك الله عليك المطله كلها كتبقى كتنوض بهذه المواصفات خلينا لكم 2250 درهم هاد العبار هذا هاد العبار ديال متر 40 متر 90 2250 شوفوا معايا هادي بالرونجمون بالرونجمون متر 40 على متر 90 متر 40 على متر 90 الثمن ديال هادي اها كتبقى لهم 2300 درهم 2300 درهم اللي هي 46 ريال 90 على متر 90 90 على متر 90 الثمن ديالو 1400 درهم 1400 درهم تبارك الله عليك بالرونجمون الناس اللي عندهم بلا ظهر اه وبلا رونجمون اها 1000 درهم للمتر اللي عندهم الرونجمون وبلا ظهر اها 1100 درهم عندك الظهر وبلا رونجمون 1200 درهم اها وبالغونجمون وبالدار 1300 يعني هاد الاثمنه اللي عطيتيني داخل فيهم لي كوسان دخلت صغار بكل شيء ديالو متابع قناه اسفيس في دمونه كنرحب بكم معايا في فيديو جديد لاول مره غنصور لكم من محل لابيرل موبيلي المحل اللي كاين في الدروه شوفوا معايا اكبر محل ديال الطابيسي كاين في الدروه وبيان سور راه كيخدموا في كازا وفي جميع مدن المغرب اليوم ان شاء الله كيف ما قلت لكم اول فيديو عندهم غادي نجيو باش نكتشفوا اشنو عندهم وايضا الاثمنه الحصريه اللي دايرين المتابعات كيف ما كيبان لكم عندهم لي سالون مودرن يعني لي فوتوي سواء الناس اللي كيبغوهم بالظهر اللي كيبغوهم بلا ظهر بالرونجمون سون رونجمون عندهم ايضا كيف ما كيبان لكم بيوت النعاس شوفوا معايا يعني ديال بلاصه ديال جوج بلايص كيف ما كان الديزاين كيصاوبوه لكم بغيتوا بالرونجمون سون رونجمون كلشي متوفر ايضا عندهم لي ماطلا جميع انواع لي ماطلا واليوم غتشوفوا معايا ولاول مره واحد الماطلا بالسلسله لاول مره في المحل ديال لابيرل موبيلي كيف ما قلت لكم بالدروه بالنسبه للناس ديال المحل ان شاء الله غنخلي لكم في الاخر ديال لا فيديو ولكن غنخلي لكم لا لوكاليزاسيون اللي غتجيبكم حتى لقدام المحل كيف ما جابتني انا دخلتها غير في جوجل ماب اولا ممكن تدخلوا حتى في الويز وتجيبكم حتى لقدام المحل المهم غنطولش عليكم غادي نمشيو مباشره عند السي محمد اللي هو المسؤول في المحل سي محمد لاباس عليك بخير الله يبارك فيك الله ينورك مرحبا مرحبا بك اول مره في قناتي الله يكبر بك شكرا الزياره ديالكم مرحبا الله يحفظك فوالا بالنسبه غير الناس اللي ما غاديش يعرفوا النعت واش ممكن تعطينا واحد النعت الناس اللي بغاو يجيو حنا كنتواجدوا في مدينه الدروه اها بالنسبه للناس اللي كيجيو من كازا ولا جايين من سميتو حنا اصلا راه حدا مع كازا قرب فوالا الناس اللي كيجيو من الرباط ولا من بعيد الخرجه ديال مطار محمد الخامس في لوطوغوت اها حنا تقريبا كنبعد على المطار بشي 5 دقائق ولا ما كايناش النعت ساهل ديريكت من لوطوغوت ديريكت تخرج القشله قدامك تفوت القشله حنا كنتواجدوا حداها تبارك الله عليك كنت لكم غنحط لكم لوكاليزاسيون اوكي علاش حنا ما نوريوهمش غير هنايا فوالا بحال دي بوان دو ريبير فوالا انا غنوريكم عطي منطقه هنا غزاله صراحه عجبتني لاول مره لاول مره كنجي لها شوفوا معايا تبارك الله غير الديور حنا كنتواجدوا في شارع مقلوب اها وفصل مع ريستورون ريان اللي هي معروفه على 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 كازا ولا اي واحد ريستورون ريان كيلعبها لك اللي وفصل معانا هي هادي هي هادي اللي هنا فوالا وفصل حدانا سناك البهجه فوالا ها هو سناك البهجه تماما شتو حنا راه كنتوجهوا فوالا هما راه كيجيو مقابلين معاه هو هذا وكيف ما قلت لكم راه غنخلي لكم لا لوكاليزاسيون ديروها غير في الويز ولا في الجوجل ماب تجيبكم حتى لقدام المحل امتى ما كتكونوش السي محمد بالنسبه للاوقات ديال العمل كنحلوا من 9:30 ديال الصباح حتى ل 9 ديال الليل النهار اللي ما كنخدموش هو نهار الجمعه غير الجمعه اللي ما كتكونوش اللي كنسدوا الحد كنخدموا الويكاند السبت كنخدموا تبارك الله عليك كنت قلت لهم في الاول ديال لا فيديو راه كتخدموا مع كازا ومع جميع مدن المغرب كيفاش الطريقه الطريقه بالنسبه لكازا بعدا باش تعرف هذه القضيه راه غراتوي التوصيل التوصيل تبارك الله عليك حتى عندك غراتوي وبالنسبه لخارج كازا 200 درهم 4000 ريال 4000 ريال كيف ما كان داكشي اللي غتدي ليهم تبارك الله عليك سوا بيت النعاس سوا صالون سوا صالون سوا ماطلا سوا سميتو راه 200 درهم فوالا كازا غاتوي فابور خارج كازا 200 درهم كيف ما كانت المسافه كيف ما كانت المسافه تبارك الله عليك السي محمد فوالا ان شاء الله غندير لكم واحد الجوله غيكون فيديو خفيف ظريف فيديو تعريفي كي قلت لكم لاول مره غيكون معنا لا بيرل موبيلي على القناه غادي نبداو صراحه حرت من نبدا نبداو بواحد المطله بعدا المطله اللي قلت لهم العجيبه عجبني هذا لو كونسيبت صراحه شوفوا معايا لاول مره ماطله ها انتوما بالسلسله عندنا بالنسبه لهذه الماطله هي 33 اش ار والماطله درنا فيها السلسله باش تفاداو داك الشيء ديال واش فيها 33 لا واش فيها شي حاجه اخرى لا السلسله كتشوف شنو فيها لداخل زوينه الفكره وديما كانت كتعجبني كطمئني اشنو كاين لداخل باش تعرف شنو كاين لداخل ديال قلت لك هذه 33 باش عرفتيها حل السلسله شوف شنو كاين لداخل تبارك الله راه من غير الكاش انا كنقول لكم السلسله من غير الكاش اللي تيكون فوق الماطله هذه السلسله تبارك معايا ها انتم شوفوا معايا شوف بالنسبه للسلسله ها هي السلسله ديالها شفتوا شوف باش تعرف شنو فيها لداخل شوف
تبارك الله. ها فيها شوف الاشير الفاس يكون رطب شويه وفيها كلها بلاكه ديال 33 تبارك الله. هذه الضمانه ديالها الشيخ ما تخليش لك راسك. وباش عجبتني هذه ماشي ديال الرسول، لا درنا لها واحد لو تيست قبل بحال دابا مثلا شي واحد كان تكي هنايا وناض من حداه شي واحد ما تيحس بالتزعزيعه. عجبتني هذه القضيه. ريحتي بحال هكذا ملي كتنوض الشخص اللي بارك حداك فوالا ما كيحسش بك، ما كتنوضش، ما كتبومبي، ما كتسفليش، تبارك الله، ما كتعزعش الماطلة كلها، كتبقى كتنوض بوحدك. فوالا عجبتني عجبتني. القناعات ما كتعرفش. شوف هذه ما شاده. وسيرتو عرفتي ضمانة 35 عام ما شاء الله. ولا كارانتي، لا كارانتي ديالها. شوف فيها ديما راه مخيطة هذه. كتجي مخيطة معاها. كتجي مخيطة معاها هذه بالساعتين حتى هي باش مخدومة. 33 اش اير حتى الديزاين عجبني. هذه قلتي الديزاين الجديد، الديزاين ديالها موديل. شوف شحال زوين. وهذا راه هو الكاش، يعني راه من غير السلسله هذه اللي كتشوفوا هنايا ها هو الكاش. الكاش ها هو الجناب راه كيتحيد كيتصبن وكيرجع. تبارك الله عليك. والثوب راه ستريتش. شوفوا شوفوا لا كاليتي ديال الثوب، انا غادي نوريكم. شوفوا لا كاليتي ديال الثوب، انا غنقرب. شوف شوفوا لا كاليتي ديال الثوب. شوف واللي زوين ايضا فيها جميع العبارات، فيها جميع العبارات اللي بغيتي. بالنسبه ل 90 موجوده، متر 40 كاينه، متر 60 كاينه. بان لي واحد العبار كبير سولتك عليه، قلتي لي سيغ كوموند ديال واحد السيد فيه 2 متر و10 على 2 متر. تبارك الله عنده يعني ناموسيه كبيره، بيت نعاس كبيره. فوالا باش تعرفوا ان اي عبار بغيتو اي عبار كوموند كاين موجود. تبارك الله عليك. ولي بخي الاثمنه الثمن اللي درنا فيها ثمن زوين شحال؟ شحال تبقى بهذه المواصفات؟ خلينا لكم 2250 درهم. هاد العبار هذا، هاد العبار ديال متر 40 متر 90 2250 درهم. تبارك الله عليك. عرفتي غزاله، كي قلت لكم والله العظيم لا جربناها يعني قبل التصوير. واعره واعره واعره. شوف ما شاء الله، و35 سنه ديال لاكارونتي. هذه الهميزه الاولى باش بدينا لكم لا فيديو. عطيناكم دابا لو بري ديال يعني ستاندر. ها انتم صافي، ولكن غيكونوا اثمنه زوينه في جميع العبارات ان شاء الله تعالى. فوالا ديال البلاصه راه هي قدامك. هذه هذه فوالا ها هي. وتشوفوا وتشوفوا ميم حتى لي ديزاين ديال ليلي اللي عندهم ما شاء الله. بالنسبه لتا هي نفس الماطله، تا هي ديال البلاصه راه فيها السلسله ديالها. شفتيها؟ شفتو فيها السلسله تا هي. وبالنسبه لهذا العبار ديال 90 على 190 كتبقى هي 1300 درهم. تبارك الله عليك. بحال دابا عطيناهم عبار كبير وعبار صغير. 1300 درهم. 1300 90 فوالا. والثمن اللي قلنا قبيله ديال 140 وقدمنا العبار زايد معلوم راه حاجه زايده. تبارك الله عليك. فوالا المهم هذه الهميزه الاولى، الناس يبغوا اي حاجه غير تواصلوا معاهم، راه غنحط لكم ان شاء الله الارقام ديالهم. واللوان راه فيها، فيها الكري، فيها البيج، فيها الكرونه. بحال دابا في الكبيره كنا شفنا بحال بحال الخضيضر فيغو. شوفوا معايا هنا لو بيج مع لو بلون. جا غزال صراحه. كاين ايضا حتى هاد لا كولور، شوفوا معايا ها انتوما. شوفوا كيجي فيها لو غري لو فيغ. شو ديزاينات فيها، ديزاينات انيقه جدا، نفس المواصفات غير العبار هنا مختلف. غير هذا العبار هذا مختلف، هذا العبار ديال متر 60 على متر 90. متر 60 متر 90. متر 60 متر 90. والثمن؟ شوف ديما نفس المواصفات ديما السلسله، اي فوالا ها انتم ديما راه السلسله. هذه مسدوده. شحال لو بخي ديالها يبقى؟ بالنسبه للبخي ديال هذه كتبقى هي ب 2800 درهم. 2800 الثمنه كتبقى زوينه. الثمن راه ممتاز. فوالا والكبيره كاع اللي شفنا قلتي لي. الكبيره هذه. هي هذه؟ تفضلي معايا. ها انتم. ها الكري ديالها. شوف هاي دابا راه كوموند ديال واحد السيد غادي يجي ياخذها. جوج. شوفوا تبارك الله. فيها جوج وعشرة. اها على جوج. على جوج متر. تبارك الله ما شاء الله. المهم الناس اللي كيبغوا هكا لي شومبر مثلا يكونوا كبارين، حتى هي نفس المواصفات والثمن ديالها. بالنسبة للثمن ديالها 4100 درهم. 4100 درهم ما شاء الله. جوج متر وعشرة. على جوج، على جوج. من بعد ما درنا جوله هكا على لي ماطلا وما شاء الله راه ما وريناش كلشي، راه عندهم بزاف تشكال، حنا غير وريناكم السطار ديالهم، اما هما راه عندهم بزاف تشكال ديال الماطلا. دابا غادي نجيو لكم لولي اولا الكادر كيف ما كنقولوا، يعني لا تي دو لي الكادر ديال الناموسيه، واش بغيتوها بالرونجمون ولا سون رونجمون. ان شاء الله غنعطيكم كالكو بري وحتى لي ديزاين كاملين متوفرين هنا في الشوروم، كاينين بحال غنقولوا دي زيشانتيون. مي السيده ياك اخويا محمد كتجيب لكم الشكل اللي بغات واللون اللي بغات. شوفوا معايا هذه بالرونجمون، متر 40 على متر 90. متر 40 على متر 90. تبارك الله عليك. شوف كيف ما كيبان لكم بالفران بكل شيء. تماما ما غاتهبطش فيها لي زاموتيسور كبار. فوالا شوف غاتنزلش لك. شوف سورتو المساحات الضيقه هذا الرونجمون تينفع. راه ما تهزي فيه. كتكون فيها شوف على برا تقريبا 32 سنتيم. تبارك الله عليك. اللي كتكون فيها يعني راه كبيره. والعود باش كتخدم ما تبوالوش. فوالا
مكتوب اونتيطاج. اونتيطاج سهل في التنظيف. سهل في التنظيف كيتمسح، ولو كنت فيها ستيلو بغيتي نديرو شي تجربه ستيلو راه كتحيد. تبارك الله عليك. لا البرودوي غير الا جيت بوحدها بلا ما دير لها اي. هذا الشيء اللي كندير انا غير الا جيت تيقضيو الغرض. كلشي تماما. تبارك الله عليك. بالنسبه للثمن ديال هذه اها كتبقى لهم 2300 درهم. 2300 درهم اللي هي 46000 ريال. ها انتوما هاد العبار فوالا بوروج، يعني الصح والعمل، ماشي شي حاجه اللي غادي غدوز لك عام عامين وتهرس، يعني الصح والعمل. شوفوا معايا تبارك الله شحال ديال المساحه، وكنهضروا على هاد الديزاين. هاد الديزاين هاد الديزاين ما كاين بزاف ديال لي ديزاين بزاف ديال سميتو ماشي غتكون فوالا. كاين مثلا هذا مثلا الا بغيت مثلا ديال بلاصه وحده، ماشي ديال بلاصه ديال بلاصه. شوفوا هذا حيت كاين اللي بالغونجمون كاين اللي سون غونجمون فوالا. هذا دابا بالغونجمون، هذا بالغونجمون شفتوا. شوفوا معايا حتى هو مقسم زوين هكا، يعني تحطي فيه المانط ديال الوليده، تحطي فيه اللعب، الكتوبه فوالا، يعني الحويجات ما شاء الله. تقريبا العبار هذا شحال؟ بالنسبه لهذا العبار هذا 90 على متر و90. 90 على متر و90 فوالا. والشكل ديالو 1400 درهم. 1400 درهم تبارك الله عليك بالغونجمون. بواروج توب اونتيطاج هما مراكبين واحد فوالا. انا غنوريكم لي كولور اللي كاينين ولي ديزاين، ياك الديزاين اللي بغيت. كاينين الديزاين اللي بغيت حتى الديزاين. انا بالنسبه لي السامبل ما كاينش بحالو، هذا ان دي موديل كي هذا كيكون بزاف كيطلبوه. هذا سميتو اديداس، وكتختاري اديداس هو هذا اللون، وكتختاري لا كولور اللي بغيتي. هنا كيبانوا لكم ها انتم، شوفوا معايا لا باليت ديال اللوينات ها انتم. بالنسبه لهذه شوف هذا لونتيطاج دياموندا دياموندا. شوفوا معايا اللوينات ديالها راه كلها موجودين كاينين ياك. شوفوا كاين عاود عندنا هذه اخرى باش يبان لكم الفرق بيناتهم. ها انتم هذا كيجي سامبل، هذا كتجي فيه واحد الخدمه بحال الكوير تماما شفتوا، يعني المنظر ديال الكوير، ولكن لي زافونتاج ديال لونتيطاج دغيا كيتمسح حتى هو. كيتمسح كلهم ثلاثه هاد لي غام هادو كلهم ثلاثه. شوفوا اللوينات كاينين بزاف لي غام، غير حنا ما يمكنش لك تخدم بزاف لي غام كتلقى فيهم مشاكل ديال لا هاد الثوب ما لا كنخدموا بداك الشيء اللي جربنا حنا اللي ما غيخدمش معنا صافي، يعني احسن احسن جوده كيف ما كنقولوا. واحد 60 ولا 70 ديال اللون صافي كتخدم معاه صافي. شوف شوفوا ثاني هذا ديال الخيشه اللوينات ديالو بحال الشوني، بحال داك الشوني شحال هذا. واحد الفوطي مخدوم بهذا، واحد السيده في الرباط متعاد. بالنسبه للناس اللي اوغ كازا، الطريقه ديال التعامل، انت مثلا غدير لهم ابيل في الواتساب كيفاش غتخدم معاهم؟ الناس اللي كيرسلوا لنا عبر الورق على سميتو عبر الواتساب، كنصيفط لها موديلات ديال التواب. والموديلات ديال بيت النعاس ولا ديال لي كانابي ولا ديال الفوطيات اللي بغا، كيعاود يصيفط لك اللون اللي بغا والديكور اللي بغا صافي، وكتوكلوا على الله صافي. تبارك الله عليك. الاثمنه كيف ما قلت لكم جد مناسبه. كازا بالنسبه لليفغيزون اللي كيوجد لك لا كوموند ديالك، كازا كلها فابور، يعني ما كتخلصوش الثمن ديال ليفغيزون. اوغ كازا كيتقاسموا معكم الصبر وكثار كاع 4000 ريال فين ما ياك فين ما كانت المدينه 200 درهم فقط، يعني كتوصلك لا كوموند ديالك حتى الباب. ها انتم هذه هي لا غام، هذا هو اللون اللي قال لكم خويا محمد. ها انتم هاد لا كولور، انا غنحط لكم حدا باش يبان لكم شفتوا. ها هي شوفوا معايا خدموا بها هاد الفن هذا. ها انتم الصالون كيف ما كيبان لكم عصري، دي فوتوي رائع. شوفوا انا بالنسبه لي الناس اللي عندهم مثلا سكن اقتصادي ولا مثلا مساحات صغيره يعتمدوا على الرونجمون في كل شيء. الرونجمون كينفع كي فوالا، سواء كان صالون سواء كان سيجور سواء شومبر كوشي راه كينفع كينفع. بالنسبه لهاد لو فوتوي كاين السيدات اللي غادي تبغيه مثلا بالرونجمون، كاين اللي غتبغي سون رونجمون، كاين قلت لي اللي ممكن مثلا تقول لك ما بغيتش فيه الظهر. واخا انا نشرح لك واحد بالنسبه حنا اولا بعدا راه على المترو، كنهضروا حنا على المترو دائما العبار المتر. كيختلف من عبار لعبار كاين اختلاف. بالنسبه للناس اللي عندهم بلا ظهر وبلا غونجمون 1000 درهم المتر. تبارك الله عليك، ما فيهاش الغونجمون ما فيهاش الظهر 1000 درهم او 20000 ريال المتر فوالا. والناس اللي عندهم الغونجمون وبلا ظهر 1100 درهم. الغونجمون وبلا ظهر 1100 درهم. 1100 درهم فوالا. الناس يبغاو بحال هذا الشكل بالغونجمون وبالظهر. لا بالغونجمون وبلا ظهر 22 22 ولا عندك الظهر وبلا غونجمون 1200 درهم. وبالغونجمون وبالظهر 1300 درهم. تبارك الله عليك، واضح. الخشيبات دابا. لا كاين باش نوضح قد ما وضح أحسن حاجة. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. وديما الفاس راه كتدخل فيه حتى هو 30. شوفوا معايا. قد ما الفاس عالي قد ما كتربح هذه المساحة الداخل. وهذا الديزاين عجبني أنه زوين، سهل في التنظيف، سهل في لونتروتيان ديالو. المقاسي شوية باش ما يجيكش سامبل بزاف. سامبل في السامبل دغيا كتمل منه. فوالا. باش غنوريه لكم دابا. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير ما شاء الله. ها انتوما حمقني 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 لو ديتاي.
تشوفوا معايا تيلمون سامبل تيلمون انيق باش يعجبني. ممكن انا نبدل لي غير لي كوسه كيتبدل المنظر ديالو كاريمون. المهم دابا حنا راه عطيناكم الثمن المتر ديال اي حاجه، بغيتوه بالظهر بغيتوه بلا ظهر بغيتوه بالغونجمون سون غونجمون. وبالنسبه لهاد لي كوسه هادو واش كيمشيو معاه؟ بالنسبه للمخد الصغار كيمشيو معاه بالمخد الصغار ديالو بكلشي، يعني هاد الاثمنه اللي عطيتيني داخل فيهم لي كوسه بالمخد الصغار بكلشي ديالو، يعني بالثوب بكلشي تبارك الله عليك. علاش قلت لكم اكبر وغنزيد ارخص طابيسي هنايا وكيتعامل مع كازا كامله ومع جميع مدن المغرب. نجيو لهذا لو موديل هذا بالنسبه لهذا عندنا بالنسبه لهذا سامبل وفيه حتى هو الغونجمون فوالا، يعني هذا لونتيتاش وخدمته بنفس الخدمه اللي شفنا في هذا الثوب. هذا الثوب وهذا الثوب فوالا سامبل لونتيتاش. شوفوا معايا راه ما تهزي فيه تبارك الله. ها انتوما فوالا يهز لك مثلا يهز لك لي زور المخد كاين اللي كتحط فيه حتى المعينات. نعطيك واحد القضيه باش تعرفيها. بالنسبه للمطلع كنخدموا ب 33 بلس طابيس. برافو عليك، انا هذه النقطه ما سولتكش عليها مي برافو عليك، يعني هذا البونج هذا اللي كتخدموا به النوعيه ديالو. كيكون فاس مروندي وفاس تيكون كار باش ملي غتحط تيجيك هذا نيفو، ملي كيكونوا مروندين بجوج كيبقى لك الفوطي ديما مهزوز بحال هكذا. برافو عليك، هاد لي ديتاي برافو عليك. ما تيبانش زوين. شوف دابا هذا كيبان لك لاصق فوالا، ها انتما غنقصوا شويه ديال الغونجمون. شوف ملي كتحطي الرونداج كيعطيك واحد فهمتك كيكون بحال هكا ديما كيكون خارج شويه بحال هكا. فوالا شوف ما تيجيش زوين. ما خصوش يجي مروندي على جوج جوايه، خصو يجي غير كاري واحد. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. ها انتما ها هي البونجا نورمالمون اللي كتكون في الفوتوي باش تشوفوها كيف ما كيبان لكم 33 كنهضروا على الا بي اس. ها انتما هذا هو الشكل ديالها، يعني كيف ما قال لكم ها انتما كتجي جهه كاري هي هادي، ها الاروندي هي هادي. شفتوا بالنسبه للفاس تيكون مروندي فوالا، ياك الفاس الاخر تيكون كاري اللي كتحطها باش كيجيك شي لاصق فوالا. تبارك الله عليك والفينيسيون هي كلشي والله الا الفينيسيون هي كلشي. تبارك الله عليك. بالنسبه لهذا هاد لو فوتي واش كيختلف الثمن ديالو على الثمن الاخر ولا نفس البري؟ لا بحال نفس الثمن نعاودو نذكرو بالاثمنه كيف ما قلتي لي قبيله، بالظهر بلا ظهر بالغونجمون بلا غونجمون، غير بالنسبه للناس اللي شوف عندك كيزابيو. بالنسبه للسامبل بلا غونجمون 1000 درهم ما فيهش الظهر وفيه الغونجمون ديما كنهضرو ما فيهش الظهر 1100 درهم 1100 وعندك الظهر وبلا غونجمون 1200 درهم وعندك الظهر والغونجمون كومبلي كتهضر 1300 درهم 1300 درهم المتر. وباش زوين كيجيكم بلي كوسان ديالو، يعني هاد الثمن اللي كيعطيكم بالنسبه لهاد ديال الماليون فوالا. وكاين اختلاف من واحد شنو على الصباغه على حسب الكوسان على حسب كاين اللي كيحطو وفي الصالون في الصالون خصو البلدي يدوز مع ذاك الروم. معلومه اخرى ديما كنجيب ليه لاواط، علاش هو الدور ديال لاواط؟ ملي كتريح ملي كتنوض ما كيخليش لك هاد دوك لي طراسي الثوب مكماش ولا ديما اللواط كيخليه مبون، يعني دابا هاد البونجا كتزيدوا عليه مازال اللواط عليها اللواط برك. تبارك الله. نعاودوا نذكروا كيستعملوا البونج 33 اي بي اس جهه اروندي جهه كاري فوالا. وعاده قلتي لي كدير واحد الطبقه ديال اللواط يوميا عليها البروك ما عندكش مشكل. بارك الله عليك. هذيك الطبقه ديال اللواط قلتي لي كتزيدوا الدور ديالها حتى هي ضروري كتغلفها باللواط كلها الدور ديالها باش كتعزل لك الثوب مع البونج ما كيلصقش. تبارك الله عليك. ديما ملي كتنوض كيبقى الفوطي ديما مسنتر ديما شاد سميتو ديالها. تبارك الله عليك. وانتم كتختاروا كيف ما قلت لكم اللون اللي بغيتوا، سورتو الناس اللي غيجيو عندهم المحل راه غيعطيوكم جميع المعلومات كيف ما قلت لكم ما تيكونش غير يوم الجمعه، والناس ديال المدن غيتواصلوا معاهم على الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه ان شاء الله، راه غير عبر الواتساب ولا هكا ابل غادي يدوز كلشي في امان الله. نجيو لهذا نمشيو نشوفوا هذا حتى هو نفس الشكل، حنا كنوريكم غير دي موديل سميتو الغونجمون. وكاين واحد اخر صالون كبير ديال واحد السيده كاين حتى هو كاين بزاف ديال لي موديل شوفوا هذا راه تيجي مع هذا حيت نفس لا كولور. شوفوا معايا في الفيغ كانار، شوف سمحوا لي حيت الشميشه شوفوا كيفاش جا رائع صراحه. راه عندهم بزاف لي موديل كيف ما قلت لكم، غير نتوما يعني كتختاروا الشكل اللي بغيتوا مثلا شي حاجه يعني انت عاشقاها، وهما عندهم دي موديل في المحل. شوفوا ما شاء الله هذا قداش، شوف تبارك الله ما شاء الله صحته وراحته مسبقا. شوف حتى هو شوف فيه حتى هو سميتو بغاتو السيده بلا غونجمون وفيه الظهر بغاتو ما فيهش الغونجمون ما فيهش الغونجمون الظهر عندها كبيره قالت لي يعني ما غاديش تحتاج تماما سي فري حتى هو سميتو مقدد ديالو. شوفوا معايا الظهر كيف ما كيبان لكم خدموا ليه بلونتيتاش سامبل شوفوا
حتى ملي كتكي كيكون عامر ملي كتكي عليه ما كتحسش بها. اه وشوفوا حتى من اللور باش تشوفوا لا فينيسيون، شوفوا لا فينيسيون كي دايره، شوفوا لا فينيسيون كي دايره ما شاء الله. شوف رائع رائع صراحة. تبارك الله شحال فيه هذا من الميترو؟ فيه تقريبا في المجموع ديالو شي 14 متر. شي 14 متر ما شاء الله. دابا هذا مشى لها بلي كوسان بكلشي. بلي كوسان ديالها. نتوما خدمتوا لها لي كوسان كلشي. تبارك الله ما شاء الله ها نتوما. باش كتعرفوا حتى في المساحة الكبيرة كيفاش كيصدق بعض المرات كتكون. آه. لا بعض المرات مثلا كنمشي أنا لشي محل كيعجبني فوطي ما تلقاش العبار ديالي. هذا الشيء باش مزيان طابيسي. خص غير طيح في طابيسي المزيان. دائما ديما تنقولها لكم. وريتكم واحد لي شونتيون ديال واحد لا كليونت في الصالون، دابا بغيت نوريكم حتى في اون شومبغ اكوشي. ها هي دابا كوموند ديال واحد لا كليونت اختارتها بهذا الشكل هذا بالدوغي وفي البوردو. هذه دابا غنوريكم تقريبا بيت النعاس كامل بلا ماريو بيان سور، فيه لو لي افيك رونجمون، فيه كتنقولوا حنايا لا طابل شوفي تخوا تيغوار، وفيه ايضا حتى لا كوموند. هادو كلهم كيجيو مغلفين ها نتوما، ما غيبانش ليكم على حساب الكونتر جور، ندير لكم غير بحال هكا. هاي دابا مغلفه، هذه غتمشي لمولاتها فوالا. بالنسبه ل قلتي لي فيها واحد الخدمه هذه مختلفه. واحد المعلومه باش نوضحوها. اه بالنسبه للناس اللي عندهم مترو 60 ولا اعمار كبر من مترو 40 راه كنقسموها. علاش كنقسموها؟ باش تطلع في الدروج ولا تكمل كتجي مزيانه. فهمتك. وهذه النقطه اللي ما كيردوش لها بزاف ديال الناس البال. شفتوا؟ كتكون مقسومه. فوالا. وكنديروا من بعد هذا الشاهد. اها كيسد لك ما كتبانش لك بلي راه مقسومه، كتبان لك راه كتكون مقسومه غير من الداخل. غير من الداخل. فهمت. صافي شفتوا ها نتوما كتكون هذه بوحدها. هذه باش عجبتني حتى هذه القضيه انك ممكن تحلي هذه وتخلي هذه مسدوده، كل وحده كتحل ديرها بوحدها. ولو تهبط هذه كتبقى الفراشه هكا. تبارك الله عليك. شفتوا؟ يعني كاين هذا الشكل اللي شفتوا معايا في الاول ياك اللي كنا وريناهم في هذه. غير في هذه المترو 40 آه. هي مقسومه باش تبغى وحده كطلع هي في الدروج ساعه مزيانه. فوالا. مترو 60 على مترو 90 ولا 2 متر ولا عبار كتجي شويه صعيبه. كتجي صعيبه باش تطلع لك في الدروج. ما يعني باش ما كان العبار كبر باش ما خصو يتقسم. فوالا. وكيف ما قال لكم خويا محمد يعني كيتقسم غير من الوسط. اما نورمالمون من برا يعني الكادر كي تنقولوا راه تيجي بحال هكا تالاخر وكيلصق. تماما هذه تبارك الله عليك. الكور ديالها كضرب ليها قسمه ما كتبانش لك بلي راه مقسومه. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. بالنسبه تقريبا دابا لهذا لو بري ديال هاد بيت النعاس شحال تقريبا يكون طلع السيده؟ بالنسبه لشوف بالنسبه للكوفوزات باش نوضحوا. اه الكوفوزات كندير لهم هما 450 درهم. الوحده؟ الوحده. الوحده. فيها ثلاث المجوره. فوالا. وعجبني حتى هاد واحد لو ديتاي واخا تهبط لو لي. واخا. عجبني كيفاش صوبتي قلتي لي. شوف. لو ميم نيفو. كيجي نيفو مع فوالا. ندوز باش نوضحوا. اه تفضل. ثلاث مجوره آه. كيجينا نيفو تماما. اما ملي كدير جوج مجوره تيجي هابط. فهمتك. تيجي هابط. بغيت تحط شي حاجه كتجي معاك شي شويه. فوالا. واش ما كانت لونجمون زايده مزيان؟ انا بالنسبه لي ثلاثه ماشي هي جوج. شوفوا واحد مساله اخرى. اها اها بالنسبه شوف اها اي عبار ولا في اي سميتو ما كنحطوش ناموسيات جي بلا. ملي كتحطها بلا ديما كتفيق الصباح ولا سميتو كتلقاها كتهرب ما كتبقاش في بلاصتها. اه فهمتك. فكرت هاد القضيه. شوف شحال باش هابطه من هنا؟ تقريبا واحد 5 سنتيم. فوالا. ديال الفرق باش هابطه. اه باش كتخلي لها بلاصتها. كتدخل هنا 5 سنتيم كتشد المطله بلاصتها بحال هذه تماما. شتي الناس ما غاتهربش لك حتى دابا. برافو عليك. عرفتي واحد لي ديتاي انا ما كردتش ليهم البال، ولكن السيده مع اليوم وغدا وبعد غدا غترد ليهم البال. ديما كنحطها كتنزل 5 سنتيم ما غاتشتي. صافي كتثبت في بلاصتها. صافي كتشد في بلاصتها ما كتبقاش تزيكزاكي ليك. لا ما خصكش. هاد لي ديتاي ما تحطوش بلا ما تحطش غون المهم يجيب نيفو. تبارك الله عليك. شتي هاد لي ديتاي واخا نتوما مثلا ما غاتجيوش ما غاتعاملوش مع المحل، ولكن والله الا عطاكم دي ديتاي زوينين والله. باش انت مثلا مشيتي عند شي واحد كاع وبغيتي يخدم ليك ردي البال هاد لي ديتاي. يعني كتنقولوا حنا حجه وزياره. شوفي بغيتي تجي للمحل مرحبا بك، ما جيتيش خذي بدا غير المعلومه. تبارك الله عليك. ها مرحبا. تبارك الله عليك اخويا محمد. بالنسبه للو بري قولي بدا هذا تقريبا السيده مثلا اللي عشقات بحال هاد لا شومبر هادي بهاد العبار شحال غيتقام عليها بلي دو طابل شوفي وبلا كوم؟ لا السومي اها متر و 60 متر و 90 كيتقام ب 2800 درهم. 2800 درهم. 2800 درهم مقسومه. فوالا يعني بلا تيت دو لي بالغونجمون بكل شيء. اه لا غونجمون بكل شيء بلا ما تطلع معلوم. بيان سور. وعندك لي كوفوز بزوج 900 درهم. 900 درهم اها. والكبيره هي والمرايه ب 1200 درهم. يعني هذه مازال فيها المرايه ديالها. هذه كتجيب المرايه ديالها قلنا بشحال ب 1000؟ 1200 درهم. 1200 درهم 24000 ريال.
يعني تقريبا غتحمر ب 4900 درهم. 4960 على 190 مقسومه. تبارك الله عليك. في ختام لا فيديو بغيت غير نوريكم ان المحل كيصاوب اي شكل، لا بالنسبه لا تي دولي لا بالنسبه لي فوتوي. انا سولت خويا محمد قلت لي بحال دابا مثلا السيده جات بغات هذا الكابيتوني هذا اللي كاين في هذا لا تي دولي بغاتو في هذا الفوتوي، واش سي بوسيبل ياك؟ قلتي لي خويا محمد سي بوسيبل. اه طيب، غير هو كيكون عاوتاني زيد واحد شويه كتقام ب 1400 درهم. 1400 فوالا نورمالمون هذاك اللي شفنا 1300 درهم، يعني بحال فرق 100 درهم. 100 درهم فرق ديما 100 درهم فرق. تبارك الله عليك. المهم نتوما ان شاء الله كيف ما قلت لكم اي شكل بغيتوه راه كيصاوبوه لكم، كيحطوا لكم فوه وبالعبار اللي عندكم. حنا كنوريكم هنايا غير دي ديزاين، عندنا مثلا هذا الكابيتوني هذا اللي وريتكم كيجي هنايا كيف ما كيبان لكم دوغي افي ميغوار، تابيسي كيف ما كيبان لكم ستيل هكا عادي. عندنا ايضا في لوطخ كوتي ها نتوما كاين هذا لو موديل هذا، شوفوا هذا 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 السامبل هذا اللي كيجي بحال دي بار دو شوكولا. كاين ايضا واحد لو موديل ها نتوما، المهم غنختم قلت ندير لكم جوله علاش لا. عجبني حتى هذا الشكل هكا، شوفوا معايا بالثوب ديال الفوتوي شي هاد ياك هو هذاك جبتها لاصقه اللي كتبغي لا سامبليسيتي. شوفوا معايا هذا شحال سامبل ياك بهذا الثوب هذا اللي وريتكم في الفوتوي، غير هو مغلوق عليه شويه كيجي بحال ان طوب فوالا. شوفوا معايا راه حتى هو كاين، يعني الديزاين اللي كتبغي نتيا كيصاوبوا لك. شوفوا معايا مثلا هذا، شو هذا دابا دي كوموند، وعاد هذا اللي قال لي خويا محمد شوفوا معايا هذا الزوين هذا رائع رائع. المهم مره اخرى راه الشكل اللي عشقتي الشكل اللي بغيتي كيصاوبوه لك بلي ميزور اللي بغيتي. ومره اخرى لا ليفغيزون كاينه في كازا غراتوي فابور خارج كازا فين ما كنتي قداش ما كانت، يعني المسافه 200 درهم فقط. خويا محمد شكرا لك بزاف. كنشكركم ومرحبا مرحبا بكم. الله يكبر بك الله يكبر بك. الله يحفظك. بالنسبه للارقام ياك غنحطهم لكم على الشاشه الناس اللي بغاو يتواصلوا معكم. واش عندكم باج انستغرام؟ كاين في الانستغرام. شوف بالنسبه للناس في صونيتي ما جاوبناكش كيكون بعد مره ضغط على التليفون خلينا غير ميساج في واتساب راه حنا غنجاوبوا. تبارك الله عليك واضح. مره اخرى ما كتكونش انا الجمعه. الجمعه غير الجمعه فقط فوالا. الايام الاخرى راه في الثاني. تبارك الله عليك. وغادي نختم لكم بالنعت مره اخرى الناس اللي ما شافوش في الاول هذه المنطقه هذه الدروه فوالا. اها شارع مخلوف وقص مع ريستورون مرايان. راه هو كيبان لكم شتو راه هو ريستورون كلاسي رايان فوالا، وهنايا مقابلين مع السناك هذا البهجه شو. وهذا راه شارع مخلوف قلتي لي شارع مخلوف. شو فوالا. وبالنسبه لوكاليزاسيون غنحطها لكم في اعلى التعاليق، دخلوها في جوجل ماب ولا في الويز غتجيبكم حتى لقدام المحل كيف ما جاتني عندكم اليوم سي محمد ياك. تبارك الله عليك. شكرا لك بزاف وتبارك الله عليك. وكنشكركم حتى انتم متابعي القناه، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم تكونوا استفدتوا منها وغتستافدوا منها مستقبلا. الناس اللي بغاو يصاوبوا اي حاجه اللي غادي نقدر نضمن لكم بحكم انني جيت ودرت جوله لا كاليتي كاينه المعقول، حيت كانوا دي كليون هنايا تبارك الله يعني ما شاء الله ما شاء الله محل في المستوى. ما تبخلوش عليا فضلا وليس امرا بلا جامو بالبارطاج. نقول لكم بالسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو قادم.